بسم الله الرحمن الرحيم. الحصة الماضية يا شباب كنا بدنا نتكلم عن الجرافيمتريك كالكوليشنز واخذنا بعض الأمثلة. اليوم ان شاء الله بنحاول انه نستكمل الجرافيمتريك اناليس بشكل عام، الكالكوليشنز خصوصا، وبعدين بننتقل لموضوع كتير مهم بيتكلم عن البريسيبيتيشن إكوليبريا. فنبدأ باستكمال الجرافيمتريك أناليسيس. شفنا يمكن الحصة الماضية هذا المثال، كان آخر مثال طلعنا عليه، لكن بسرعة شوية بنقول إنه بيهمني فكرة الحل دائما. فكرة الحل دائما إنه أنا بحط الملي مول من الأنالايت على ناحية والملي مول من البريسيبيتات على ناحية تانية، وبحاول أشوف إيش الستوكيومتريك فاكتور اللازم استخدامه. فمثلا في المثال قدامي بقول منغنيز ان اي 1.52 جرام سامبل واز بريسيبيتيتد از منغنيز 3 او 4 ويينج 0.126 جرامز فاين بيرسنتج منغنيز 2 او 3 اند بيرسنتج منغنيز. بقول ببساطه خالص انا بدي افصل الانالايت عن البريسيبيتيت، فبقول هاي الانالايت منغنيز 2 او 3 حنبدا فيها، هاي منغنيز 3 او 4، بلاحظ 3 منغنيز هان وهنا 2 منغنيز، عشان اخلي عدد المنغنيز في الطرفين واحد فبضطر اضرب في 3 و2. الان اذا كان قدرت اكون المعادله الاستوكيومتريك ايكويشن بشكل سليم بالحل خلاص انتهى الموضوع، الحل بسيط جدا. فعندي دائما الحل في الجرافيمتريك اناليسيس بيتطلب اني اقول الملي مول من الانالايت ايش بيساوي من الملي مول من البريسيبيتيت، فاقول ملي مول ام ان 2 او 3 بده يساوي طبيعي 3 على 2 ملي مول ام ان 3 او 4. الان ما دام كونت المعادله، الان فقط اني اعوض عن الملي مول بملي جرام على الفورمولا ويت او مولاريتي فوليوم، وانا طبعا فيش عندي هاي المولاريتي وفوليوم، فبعوض عنه بالملي جرام على الفورمولا ويت للانالايت والملي جرام على الفورمولا ويت للبريسيبيتيت. الملي جرام والفورمولا ويت للبريسيبيتيت معروفين، والفورمولا ويت للانالايت ايضا معروفه، اذا فيش عندي غير الملي جرام انالايت هو المجهول، معنى الكلام بطلعه بسهوله والبرسنتج بحسبها قسمة وزنة الانالايت على وزنة العينة في 100%. نفس الكلام لو كان عندي، او المطلوب الثاني لما يكون عندي منغنيز فقط، بطلع المنغنيز هاي الانالايت هان في عندي البريسيبيتيت، في عندي 3 منغنيز، هاي منغنيز واحدة، اذا بدي احط هان 3 يبقى الملي مول منغنيز اللي هو الانالايت بده يساوي ايش من الملي مولز بريسيبيتيت، طبعا 3 اضعاف الملي مول بريسيبيتيت. هان بدي اعوض بنفس الصيغه ملي جرام على الفورمولا ويت، هان برضه ملي جرام على الفورمولا ويت، ملي جرام بريسيبيتيت والفورمولا ويت معروفين، الاتوميك ويت للمنغنيز معروف، معنى الكلام فيش عندي مجهول الا الملي جرام منغنيز، بجيبه برضه بقسمه على وزنه العينه في 100%، بيعطيني البرسنتج. في بعض الاحيان زي ما ذكرت ممكن انه يكون في عندي اسئلة افتراضية، وان كنا في هذا الفصل مش حابين انه نتطرق لاسئلة افتراضية كثيرة او انه نحاول نضيع وقتنا في حلها، لكن ايضا حل اي سؤال افتراضي بيرجع لاستخدام مفهوم المليمول، فيش عندنا حاجة غير هيك. جرافيمتريك اناليسيس يعني، او ستوكيومتريك اناليسيس، ستوكيومتريك كالكوليشنز معناتها فقط الملي مول ومنها بده ينبثق الحل. فنطلع على هذا المثال، بيقول what weight of sulfur ore which should be taken so that the weight of barium sulfate precipitate will be equal to half the percentage of sulfur in the sample. في عنا سامبل اور او عينة من السلفر، بدنا ناخذ وزنة معينة من هذا الاور بحيث انه وزنة الراسب تساوي نص البرسنتج سلفر في العينة. بدنا ناخذ وزنة من العينة بحيث انه وزنة الراسب تكون نص البرسنتج سلفر، مش معطيني بيانات، مش معطيني قديش حتى البرسنتج سلفر مثلا يعني. فايش بدي اعمل في حالة زي هذه؟
ايش بدي اعمل في حالة زي هذه؟ بقول نفس الكلام، فيش عندي مفر الا اني استخدم الملي مول اذا كان بدي اوصل للنتيجة. فبقول والله الملي مول سلفر، انا عندي السلفر بتحول البريوم سلفيت، هاي التفاعل اللي عندي، فهي الانالايت وهي البريسيبيتيت، الاس واحد والاس واحد، معنى الكلام الملي مول سلفر تساوي ملي مول باريوم سلفيت. الان انتبه، فيش برضو قدامي خيارات، الملي مول بدي اعوض عنها باحد حاجتين، يا ملي جرام على الفورمولا ويت، يا اما مولاريتي فوليوم. طبعا بدي اعوض عنها ملي جرام على الفورمولا ويت لانه ما فيش عندي مولاريتي وفوليوم، فبقول ملي مول سلفر بتساوي ملي مول باريوم سلفيت، يعني ملي جرام سلفر على الاتوميك ويت سلفر تساوي ملي جرام باريوم سلفيت على الفورمولا ويت باريوم سلفيت. الان انا ما فيش عندي اي معلومات عن الملي جرام باريوم سلفيت الا المعلومات اللي اعطاها لي، قال لي انه وزنة الباريوم سلفيت تساوي نص البرسنتج سلفر، بعوض عنها زي ما قال لي نص برسنتج سلفر، هاي اللي قدامي ما اعطانيش قيمه. فبقول اذا الملي جرام سلفر بده يساوي الاتوميك ويت للسلفر، كان تحتها حطيته 32 مثلا، الملي جرام باريوم سلفيت نص برسنتج سلفر على الفورمولا ويت للباريوم سلفيت، هذا هو عباره عن الملي جرام سلفر، بيطلع هذه القيم مضروبه في البرسنتج سلفر. حلو كثير. الان انا بدي اقول طب من البرسنتج، برسنتج سلفر تساوي ملي جرام سلفر على الملي جرام سامبل في 100 من 100، خلينا نعوض عن الملي جرام سلفر بهذه القيمه اللي حصلت عليها من الاستوكيومتري، فبعوض عنها على الملي جرام سامبل مجهوله في 100 من 100، بلاحظ انه البرسنتج سلفر مع البرسنتج سلفر بيروحوا، خلص خلصت منها، كانت يعني مجهوله وهي راحت. الان فيش عندي الا غير بس مجهول واحد هو الملي جرام سامبل، بتطلع عندي 6.869 ملي جرام، يعني مع انه المسألة كانت تبدو لنا انه وكأنها يعني صعبة وكيف بدنا نحلها، لكن انت استخدم فقط هالمفهوم الوحيد اللي اتعلمناه اللي هو مفهوم الملي مول ستوكيومتريك فاكتور اللي حيكون موجود. طيب خلينا نطلع على مسألة تانية وحاول اني افرجيك كيف بتنحل اكثر من اني احلها لك بالتفصيل، بدناش نضيع وقت. فلكن طريقة الحل كتير 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 بسيطة، سهلة خالص. فنطلع على المسألة التالية، بتقول A mixture containing only iron chloride الفورمولا ويت له 162 and aluminum chloride الفورمولا ويت له 133 with 5.95، يعني في عندي خليط يحتوي على الايرون كلورايد والالومنيوم كلورايد، قديش وزنتهم مع بعض؟ 5.95، يعني المعادله الاولى جرام ايرون كلورايد زائد جرام الومنيوم كلورايد ايش بتساوي؟ 5.95، هيك هو معطيني. طيب كويس، نكمل المساله. بيقول the chlorides are converted to hydroxides، حولنا الكلورايدز للهيدروكسايدز، بعدين and ignited وحرقناهم، فتحولوا للايرون 2O3 والالومنيوم 2O3، بحيث انه وزنة الاوكسيد ميكتشر كانت 2.62، يعني وزنة ال Fe2O3 والالومنيوم 2O3 2.62، هاي المعلومات اللي عندي. بقول اوجد البرسنتج ايرون والبرسنتج الومنيوم. انا بقول الحل كتير 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 بسيط، هو ايش اللي بده اياه؟ ايش المطلوب؟ يعني معنى الكلام بدي اجيب قديش وزنة الايرون ووزنة الايه؟ يعني بدي احول هذا لايه؟ لجرام ايرون، او في الاول بدي احوله طبعا لمول ايرون، والمول ايرون بدي احوله لجرام ايرون. حلو، وهان نفس الكلام، هاد بتحول لمول الومنيوم والمول الومنيوم بتحول لجرام الومنيوم. صارت المعادلة الأولى عبارة عن إيش؟ جرام أيرون وجرام ألومنيوم مجموعهم 5.95. بعدين هذا برضو بدي حوله لمول أيرون، وبعدين المول أيرون بدي حوله لجرام أيرون. إذن المعادلة الثانية صارت جرام أيرون. طب والألومنيوم أوكسيد برضو بدي حوله لمول ألومنيوم، بعدين المول ألومنيوم حوله لجرام ألومنيوم. معنى الكلام نفس الصيغة، هحاول إني أحصل على معادلة فيها X جرام ايرون و Y جرام الومنيوم بتساوي هالقد، و X جرام
ايرون وواي جرام الومنيوم بتساوي هالقد، اذا معادلتين في مجهولين. طيب كيف بدي احول لجرام ايرون كلورايد لمول ايرون؟ بقول والله من المعادلة على طول بقدر اف اي بتساوي اف اي سي ال 3 واحد لواحد، اذا المول ايرون بتساوي مول ايرون كلورايد. طب بدي احولها لجرام، بقول جرام ايرون على اتوميك ويت، جرام ايرون كلورايد هي اللي في المعادلة كانت لاحظت على الفورمولا ويت ايرون كلورايد، بجيب لي جرام ايرون كلورايد بيساوي جرام ايرون فورمولا ويت ايرون كلورايد معروفة، اتوميك ويت ايرون معروف، اذا صار هذا رقم مضروب في ايه؟ في الجرام ايرون. حولت الايرون كلورايد في المعادلة لجرام ايرون. بنفس الكلام بالضبط بقدر احول الجرام الومنيوم كلورايد لايه؟ لجرام الومنيوم. ونفس الكلام تماما بقدر اقول انه الايرون 2O3 برضه بحولها لجرام ايرون عن طريق المعادله الاف اي 2O3 بتعطيني 2 اف اي، اذا الملي مول ايرون ضعف الملي مول ايرون 2O3. بعد هيك بحول المول لايه؟ لجرام على الاتوميك ويت او جرام على الفورمولا ويت. فبلاحظ انه حصلت على المعادلة التالية، وقبلها كنت حصلت على المعادلة الاولى، معادلتين في مجهولين بقدر احلهم واحصل على الناتج. البرسنتج للايرون 18% والالومنيوم 9.8%. ماشي يا شباب. كمان مرة مهما بدت المسألة يعني صعبة ومتشعبة، ما فيش عندك مفتاح حل الا الملي مول، ما في عندك مفتاح حل الا الملي مول. طيب نتطلع على مثال اخر. المثال كالتالي، في عندي خليط من 2 ميتال سلفيت، في عندي ميتال سلفيت وميتال اخر سلفيت. رسبت السلفيت على هيئه باريوم سلفيت. واحد من الميتال ايونز اللي بيكون السلفيت، واحد من الميتال ايونز لاحد السلفيت مجهول ام، فبدي اعرف الاتوميك ويت تبعه. نقرا المساله ونحاول نفكر كيف ممكن يكون الحل. والكونسيدر اي 1 جرام سامبل، يعني في عندي عينه قديش وزنتها؟ 1 جرام، كونتيننج 75% بوتاسيوم سلفيت and 25% ميتال سلفيت. ايش هو الميتال؟ مش عارفينه كويس. لما يقول لي 75% من الواحد جرام يعني 0.75 جرام بوتاسيوم سلفيت، ولما يقول لي 25% ميتال سلفيت يعني 0.25 جرام ميتال سلفيت. بيقول the sample is dissolved، ذوبنا العينه اللي فيها السلفيت، and the sulfate is precipitated as barium sulfate، رسبنا السلفيت كلها على هيئه باريوم سلفيت. بيقول لو كان if the barium sulfate precipitate weighs 1.49 grams، يبقى وزنة الراسب 1.49 grams. What is the atomic weight of metal 2 plus in metal sulfate؟ بده الاتوميك ويت. الحل يا شباب فيش ابسط من هيك. انا بقول البوتاسيوم سلفيت اتحولت للباريوم سلفيت صح؟ واحد لواحد لانه فيها سلفيت. طيب والميتال سلفيت تحولت للباريوم سلفيت واحد لواحد. اذا الملي مول من الباريوم سلفيت او المول من الباريوم سلفيت اللي هو السلفيت اللي في الباريوم سلفيت مش بتساوي المول من السلفيت اللي في البوتاسيوم سلفيت زائد المول من السلفيت اللي في الميتال سلفيت. اذا الملي مول او المولز اللي تكونت من الراسب تساوي مجموع المولات من الاثنين. ليه؟ لانه كل واحد اعطى جزء من الباريوم سلفيت. فبقدر اقول انا كاتبها ملي مولز ومعوض بمولز مش مشكله. ملي مول باريوم سلفيت بتساوي ملي مول بوتاسيوم سلفيت زائد ملي مول ميتال سلفيت. برضه الان الحل تبعي فقط اني احول ملي مول لاجرام. انا بدي استخدم هذه مول اكتبها ملي مول لكن هي مول. ف 1.49 جرامز على الفورمولا ويت بتساوي هذه وزنتها 0.75 جرامز على الفورمولا ويت، هذه وزنتها 0.25 على الفورمولا ويت. الفورمولا ويت ميتال سلفيت، الميتال اكس والسلفيت 96. فلو جيت طلعت انا هذا كله الاكس زائد 96 هو الفورمولا ويت للميتال سلفيت.
لكن الاكس هو الاتوميك ويت للميتال. فلو جيت طلعت هذه معادله بمجهول واحد، الاكس عطول بتطلع عندي 24 وشويه، يعني بمعنى اخر الميتال اللي عندي هو المغنيسيوم، يعني عندي مغنيسيوم صلفيت وبوتاسيوم صلفيت وبوتاسيوم صلفيت، لانه طلع الاتوميك ويت 24، 24 هو المغنيسيوم، فعندي مغنيسيوم صلفيت مخلوط مع البوتاسيوم صلفيت. طب كمان سؤال برضو كتير كويس، بيقول A mixture of mercurous chloride and mercurous bromide weighs 2 grams، يعني وزنة الميكتشر الاثنين مع بعض وزنتهم قديش؟ يعني لو واحد وزنته اكس الثاني قديش وزنته؟ صحيح، لو واحد وزنته اكس ايش الثاني بيكون؟ 2 ناقص اكس. طيب بيقول the mixture is quantitatively reduced، يعني كله اختزلناه to mercury metal، كله حولناه للميركوري ميتال، which weighs 1.5 جرام، يعني وزنة الميركوري اللي حصلنا عليها من المخلوط لما اختزلناه كانت 1.5 جرام. بيقول احسب البرسنتج ميركوراس كلورايد والبرسنتج ميركوراس ابرومايد. كمان مرة بقول ميركوراس كلورايد تحول للميركوري، هان في عندي تنتين ميركوري ايش تعطيني؟ 2، وهان نفس الكلام ميركوراس ابرومايد تعطيني ايه؟ برضو 2. حلو كتير. معنى الكلام باجي للملي مولز، الملي مول من الميركوري اللي تكون، هذا بيساوي ضعف هذا وهذا بيساوي ضعف هذا، الملي مول الكلي بيساوي ضعف هذا زائد ضعف هذا، مش هيك؟ كمان هذا هي بنقول ملي مول ميركوري اللي تكون بيساوي ضعف الملي مول ميركوراس كلورايد زائد ضعف الملي مول من الميركوراس برومايد. الان برضه نفس الكلام اعوض ملي مول، لكن انا هن مستخدم القياسات بالمول، 1.5 جرام على الفورميولا ويت او الاتوميك ويت للميركوري، هذه هي الملي مول او المول بالنسبه لنا. 2 هيها، هذه الاثنين هي الاستوكيومتريك فاكتور، هذه هي الاثنين. اكس هي وزنه الميركوراس كلورايد على الفورميولا ويت للميركوراس كلورايد. طيب الاثنين هيها وزنه الميركوراس برومايد، اذا كان هذه وزنتها اكس فهذه 2 ناقص اكس على الفورمولا ويت للميركوراس برومايد. معادله بتطلع فيها بلاقي بس مجهول واحد بتنحل على طول، الاكس بتطلع 0.5182 جرامز، اذا وزنه الميركوراس كلورايد 0.5182 جرامز لو قسمتها على وزنه العينه اللي هي 2 في 100 من 100، وزنه العينه 2 في 100 من 100 بتطلع ان قديش عندي وزنه من الميركوراس كلورايد، قديش برسنتج من الميركوراس كلورايد. ولو حسبت 2 ناقص اكس، يعني 2 ناقص 0.5182 طلع عندي قيمه بقسمها برضو على 2 في 100 من 100 بتعطيني البرسنتج ميركوراس برومايد. كمان مره استخدام مفهوم الملي مول كتير بيبسط حل المسائل. نيجي لمسألة خلينا نقول أخيرة معنا في هذا الشابتر أو في هذا الجزء من الشابتر الهولوغرافيمتريك أناليسيس، ومسألة كتير جميلة، يعني كتير حلوة صحيح يعني. فبنقول فيها إيه؟ في عندي 10 مل سوليوشن كونتيننج كلورايد واز تريتد وذ إكسس سيلفر نيتريت، حطينا عليها إكسس سيلفر نيتريت، على طول بتكون عندنا أي جي سي إل، ترسب الاي جي سي ال، قديش وزنته؟ قال 0.4368 جرامز اوف اي جي سي ال، يبقى الكلورايد اللي ترسب على هيئه اي جي سي ال اعطاني اي جي سي ال وزنتها 0.4368 جرامز من الاي جي سي ال. عايز يعرف قديش تركيز الكلورايد؟ هذه مساله كثير جميله لانه ممكن تستخدم فعليا يعني تجريبيا في تعيين تركيز الكلورايد. فبنرسبوا على هيئة AGC اللي بعدين بنقول والله الملي مول كلورايد بتساوي الملي مول AGC لأنه بتفاعله بنسبة 1:1، مش هيك؟ طيب نشوف الملي مول AGCl عبارة عن الملي جرام على الفورمولا وتعطيني الملي مول AGCl اللي بتساوي ملي مول كلورايد. طب ما دام عندي الملي مول كلورايد وعندي حجم الكلورايد ملي مول على المليلتر، هذه هي الايه؟ المولاريتي. اذا التركيز
هو عبارة عن الملي مول على الملي لتر، بعطيني 0.3048 مولر. مسألة كتير كتير جميلة وسهلة. كويس، اللي بدي أقوله يا شباب من مجمل هذه الأمثلة إنه أي سؤال في الجرافيمتريك أناليسيس يعني حيكون سهل جدا، لا يجوز إنه نغلط فيه. أهم حاجة إنك تقدر تعبر عن الستوكيومتريك فاكتور بشكل صحيح. أهم شيء تقدر تعبر عن الستوكيومتريك فاكتور، نسبة المولات بشكل صحيح، خاصة إنه إحنا الآن درسنا شابتر كامل في الستوكيومتريك كالكوليشنز، وأخذنا يعني معادلات إلى حد ما، يعني حتى لو كانت معادلات معقدة كنا بنقدر نطلع الستوكيومتريك فاكتور. فأرجو إنك تركز دائما إنك تطلع الستوكيومتريك فاكتور بشكل صحيح، لأنه إذا كان طلعته بشكل صحيح بقية الحل يعني ما يعني لا يستدعي مطلقا إنه أحد يخطئ في الحل. ليه؟ لأنه بدك تعوض عن الملي مول بعد ما تجيبها بس ملي جرام على الفورمولا ويت أو مثلا مولارتي فوليوم، وهذا نادر في الجرافيمتريك أناليسيس. الآن خلينا ننتقل لموضوع تاني بدنا نتكلم فيه عن البريسيبيتيشن إكوليبريا. البريسيبيتيشن إكوليبريا في الحقيقة البريسيبيتيشن إكوليبريا هي عبارة عن الاتزانات اللي بتحصل في وجود رواسب في المحاليل. رواسب يعني في عندي محلول يحتوي على راسب موجود في حالة اتزان مع أيوناته. راسب موجود في حالة اتزان مع أيوناته. يعني مثلا عندي الـ AgCl، هذا الـ AgCl عبارة عن مادة شحيحة الذوبان في المية، لو تركناها في المية فترة زمنية طويلة لغاية ما حصل اتزان كويس، وطبعا كان في عندي كمية من الراسب لا زالت موجودة، وهيك احنا بندرس عادة البريسيبيتيشن إكوليبريا في وجود الراسب وأيضا في وجود أيوناته، يعني لازم يكون في عندي كمية من الراسب متوفرة وموجودة في المحلول. فعندها ممكن أقول والله الـ AgCl عندما يحصل اتزان ممكن أقول إنه ممكن نكتب يعني الإكوليبريم كونستانت الـ K. الـ K قال بتساوي الـ Ag بلس في الـ Cl ماينس على الـ AgCl الصليد. لكن الـ AgCl الصليد دائما تركيزه ثابت، بمعنى إنه لما يكون في عندي كمية من الصليد تركيزها لا يتغير إذا كان والله جزء يسير منها حصل له ذوبان. ليه؟ لأنه احنا نتكلم عن precipitation equilibria، بمعنى أنه في عندي محالي في عندي رواسب شحيحة الذوبان في المية في الواقع جدا يعني. فبالتالي دائما بنعتبر احنا أنه تركيز المادة النقية سواء كانت صلب في زي الحالة اللي بنتكلم عنها أو كانت سائل زي مثلا المية، تركيز المواد النقية في الإكوليبريم بنعتبرها تركيزات ثابتة. سولفنت مثلا مادة نقية بنعتبره تركيزه ثابت، يعني مثلا لما تيجي تتكلم عن المية والله بتتفكك جزئيا فبتقول والله بتتفكك، طب قديش مثلا المية بتفكك الـ H بلس والهيدروكسيد، يبقى الـ H بلس في الهيدروكسيد على تركيز المية، طب قديش تركيز المية؟ احنا بنعتبره ثابت. وهان كمان تركيز الصوليد عادة بنعتبره ثابت، فلو اعتبرناه ثابت فهذا ثابت وهذا إكوليبريم كونستانت ثابت، معنى الكلام ثابت في ثابت بعطينا ثابت جديد بنسميه KSP. ال KSP هذا بنقول له solubility product. solubility product عموما يا شباب لازم نعرف انه حالة الاتزان هي حالة ديناميكية، بمعنى انه لما يكون في عندي AgCl صليد ويتفكك جزئيا للـ Ag بلس والـ Cl ماينس بنقول هو بيستمر في التفكك إلى أن يصل إلى درجة ما، بحيث أنه معدل تفكك الـ AgCl يساوي معدل تكون الـ AgCl. من إيش بده يتكون؟ بده يتكون من الـ Ag بلس والـ Cl ماينس. هاي الـ Ag بلس والـ Cl ماينس هدول بكونوا AgCl، والـ AgCl بتفكك للـ Ag بلس والـ Cl ماينس. هدول معدل التفكك يساوي معدل التكون، هذا اسمه إكوليبريم أو اتزان.
يعني احنا في الواقع لما يكون في عندي راسب ونحطه في المية، ما يعني يعني ما بيحصلش انه الراسب بتفكك لغاية ما يوصل لنقطة معينة ثم يتوقف، فيش حاجة ما يتوقف، لا هو بيضل يتفكك، لكن معدل التفكك يساوي معدل التكون، فبيكون في عندي نوع من الاتزان، هذا بنقول له دايناميك إكوليبريم. على اي حال الكي اس بي يا شباب بدها تساوي الاي جي بلس في السي الماينس في هذه الحاله. طيب في عندي ثلاث احوال للكي اس بي، عندي ثلاث احوال للكي اس بي. اول حاله منهم قال والله اذا كان حاصل ضرب الاي جي بلس في السي الماينس اقل من قيمه الكي اس بي، حاصل ضرب تركيز السيلفر في تركيز الكلورايد اقل من الكي اس بي، في هذه الحاله يا شباب بيكون فيش عندي اي راسب، بيكون المحلول كلير، هي عباره عن ايونات متناثره في المحلول مش متجمعه نهائيا، ايونات متناثره في المحلول موجوده نعم لكن لا تكون راسب مطلقا، فمحلول كلير صافي فيش عندي اي راسب. هذا لما يكون الاي جي بلس تركيزه في السي الماينس تركيزه اقل من الكي اس بي. في عندي حالة تانية ممكن نواجهها لما يكون الاي جي بلس تركيز الاي جي بلس في تركيز السي الماينس يساوي تماما الكي اس بي، بنقول كمان هان في الحقيقة فيش عندي راسب، لكن هذا يعتبر محلول مشبع، محلول مشبع بحيث انه لو اضفنا ايون واحد من الكلورايد او ايون واحد من السيلفر زيادة بيحصل عندي راسب، يحصل عندي راسب، لكن بدنا ناخد بالنا الراسب اللي بيحصل مش انه كل الايونات تترسب، لا فقط لزيادة عن الكي اس بي هي اللي بتترسب، اما حاصل ضرب التركيز السيلفر بالكلورايد في المحلول لازم دائما يساوي الكي اس بي اذا كان عندي جزء من الصوليد، اذا كان في عندي راسب فلازم دائما يساوي الكي اس بي، وهذه الحالة اللي احنا بندرسها. بنقول والله ايش بحصل لو كان حاصل ضرب السيلفر بالكلورايد اكبر من الكي اس بي، بنقول في هذه الحالة طبعا بحصل على راسب، لكن مش كل ايونات السيلفر كمان مرة ومش كل ايونات الكلورايد بتترسب، لا فقط الزيادة عن الكي اس بي هو اللي بيترسب، لكن دائما حاصل ضرب تركيز السيلفر اللي هو في المحلول يعني في تركيز الكلورايد لازم يساوي الكي اس بي ما دام في عندي راسب، ما دام في عندي راسب لازم حاصل ضرب تركيز السيلفر في تركيز الكلورايد يكون عندي بيساوي الكي اس بي، اذا زاد عن الكي اس بي الزياده هي اللي بتترسب، فقط الزياده هي اللي بتترسب. اذا احنا الشيء اللي بندرسه هو عباره عن اتزان المواد الصلبه مع ايوناتها في المحلول، اتزان المواد الصلبه مع ايه؟ مع ايوناتها في المحلول. في عندي كثير من المواد في الحقيقه احنا بنقول عنها بتدبش في الميه، لكن المعنى الاصح او المصطلح الاصح انها شحيحه الذوبان في الميه، سبيرنجلي سولبل ان ووتر، شحيحه الذوبان، لانه في الواقع بنقدرش نقول انه في ماده يعني بتدبش في المية نهائيا او بتدبش في السولفنت نهائيا، لا الاصل انها بتدوب، لكن ممكن تدوب بدرجة يعني قليلة جدا لا تكاد تذكر، او ممكن تدوب بدرجة كبيرة الى حد ما، يعني كمية مهمة منها بتدوب. ففي عندي بعض المواد في هذا الجدول مثلا تبين هذا المفهوم، فمثلا الليد سلفيت الكي اس بي لها 10^8، السولابيليتي 10^4، السيلفر كلورايد الكي اس بي 10^10، الصولابيليتي 10^5، الاي جي اي مثلا 10^16، الصولابيليتي 10^8. لو اخذنا مثلا الايرون هيدروكسيد الكي اس بي 4×10^38، عندنا الصولابيليتي 2×10^10. لو اطلعنا على الاتش جي اس مثلا، الاتش جي اس
عندي الكي اس بي 4 في 10 اس سالب 53 والسولابيلتي 6 في 10 اس 27. لما نقول هذا السولابيلتي له 10 اس سالب 4 وهذا 10 اس سالب 27، تصوروا الفروقات الشاسعة ما بين السولابيلتيز للمواد المختلفة. لكن ما بنقدرش نقول انه مثلا حاجة زي الاتش جي اس بدوبش في المية نهائيا، لا هو بدوب، لكن ايش درجة ذوبانه؟ قليلة للغاية، لكن لا بدوب. اي مادة صلبة بنقول والله تتفكك جزئيا للايونات تبعتها، اي مادة ان اورجانيك سبستنس تتفكك جزئيا للمواد ان اورجانيك ولا اورجانيك حتى. بتتفكك جزئيا اذا كانها كومبلكس اورجانيك كومبلكس، بتتفكك جزئيا للايونات تبعتها اذا كانت تتكون من ايونات طبعا. وبيكون إلها solubility product معين و solubility معين توقف على طبيعتها. فممكن طبيعة المادة تكون والله solubility إلها عالية، وممكن تكون طبيعتها إنها لا شحيحة، شحيحة الذوبان جدا في المية، و solubility تكون إلها منخفضة للغاية. فالمواد بتختلف بطبيعتها. إحنا يا شباب حندرس لبريسيبيتيشن إكوليبريا، وحندرس الصولابيليتي في خمس أحوال. حندرس الصولابيليتي في إيه؟ في خمس أحوال. أول حالة حندرسها الصولابيليتي في المية المقطرة، وهذا اللي أنت درسته في سنة أولى في كيمياء عامة. بعدين حندرس الصولابيليتي في وجود كومن أيون، وبرضو هذا مر معنا في سنة أولى بعتقد. الحالة الثالثة بدنا ندرس solubility في وجود diverse ions، هذا حندرسها خلال الشابتر اللي معانا. بعدين حيضل عندنا حالتين عشان نكمل خمس أحوال، حيضل عندنا حالتين. حندرس solubility في وجود acid أو in acidic medium، وحندرس أيضا solubility في وجود complexing agent أو ligand. هذول الاثنين حندرسهم لما نتكلم عن the precipitation titrations و reactions في آخر يعني الفصل الدراسي إذا الله راد، في آخر الفصل الدراسي. فحندرس ثلاث أحوال للصولابيليتي في هذا الشابتر، وحنأجل حالتين للمستقبل لأنه الحالتين هدول بدهم مقدمات، بدهم شوية شغل، هلقيت إحنا لسه مش جاهزين ناخدهم، فحنأخدهم إذا الله راد في المستقبل. حنبدأ في حالة حالة نتكلم عن solubility in pure water. نطلع على المثال اللي قدامي، بس هذا مراجعة على سنة أولى مش إشي جديد. الأكم من مثال في الأوائل الآن هي عبارة عن مراجعة لمعلومات مرت معنا سابقا، لكن بدنا نأكد عليها وبدنا نقولكم كيف إحنا حنحل. فحنطلع مع بعض إيش بيحصل معنا في حل مثال من هالنوع. بنقول بنتكلم عن المية. المية حل مباشر، فش عندي أي مشكلة فيها. بيقول calculate the concentration of Ag plus and Cl minus in pure water containing solid AgCl. يعني في عندي AgCl سيبناه لما حصل equilibrium. لما حصل equilibrium طبعا داب جزء بسيط منه للسيلفر موجب والكلورايد سالب. فبيقول احسب تركيز السيلفر بلس والCl minus if the solubility product is 1 في 10 أس سالب 10. باجي بقول في الأول بنحط المعادلة، مهمة جدا المعادلة، مهمة جدا. الـ AgCl الصوليد بيتفكك بعطيني Ag بلس وCl ماينس. الآن ببني الجدول تبعي، ببني الجدول تبعي، بقول المعادلة AgCl صوليد تعطيني Ag بلس وCl ماينس. التركيزات قبل الاتزان. الـ AgCl solid تركيزه solid، solid ماشي، تركيزه ثابت يعني solid. طيب السيلفر بلس صفر، الكلورايد صفر. طب at equilibrium solid بضله solid، تركيزه ايش ماله؟ ثابت. السيلفر X، بس بدل ما نقول X ايش بدنا نقول؟ S يعني solubility S، والكلورايد S. اذا بقدر اقول KSP بدها تساوي الAg بلس في الCl ماينس، يعني تركيز الAg بلس بطلع ايش بتساوي؟ S، تركيز Cl ماينس S، اذا S تربيع. يبقى الS يساوي جذر الKSP يساوي 1 في 10 أس سالب 5. طب
طب ايش بتساوي الاس؟ قال والله الاس هي تركيز السيلفر وتركيز الكلورايد. اذا السيلفر بيساوي الكلورايد بيساوي 10 اس سالب 5. ماشي يا شباب؟ طبعا شفنا هذا الكلام سابقا. بنطلع على مثال، نفس المثال تقريبا. Calculate the molar solubility of lead sulfate in pure water if the solubility product is 1.6×10^8. نفس الكلام بقول المعادلة lead sulfate تعطيني lead وsulfate 1:1. هذه قبل الاتزان تركيز الصوليد، تركيز الصوليد 0 0، الصوليد بضلوا الصوليد، تركيز الليد اس، تركيز السلفيت اس. اذا الكي اس بي بتساوي الليد في السلفيت، او الكي اس بي بتساوي الاس تربيع. معنى الكلام الاس 1.3×10^4. لو اجينا قارنا بتوين الصولابيليتيز للاثنين بنلاحظ هذا 10^4 واللي قبله 10^5. ولو قارنا بين الكي اس بيز هذا 10^10 والثاني 10^8. يعني بقدر اقول والله بما انه الكي اس بي للاي جي سي ال اقل من الكي اس بي للليد سلفيت، اذا الصولابيليتي له اقل. بامكاني اقارن هذا الكلام مباشره فقط في حاله ما يكون في عندي ريشيو 1:1، يعني مثلا الاي جي سي ال 1:1 والليد سلفيت، الليد للسلفيت 1:1. بنفعش اقارن الصولابيليتي مباشرة او اقارن الكي اس بيز مباشرة واقول والله هذا الصولابيليتي له اقل من هذا اذا كان النسبة مش نفس الاستوكيومتري. يعني اذا كان 1:1 الاثنين كويس، الاثنين 2:1 منيح، بس الاثنين زي بعض. بنفعش اقارن 1:1 مع 2:1 مثلا. فنيجي نتطلع على هالمثال اللي فيه مش 1:1، فيه 2:1. وخلينا نطلع على القيم لانه حنقارن هذا باللي قبله. بنقول calculate the molar solubility of lead iodide in pure water if the solubility product is 7/1×10^9. بقول بعمل الجدول، طبعا هاي الايكويشن lead iodide solid تتفكك اللي بتعطيني lead زائد 2i-، لازم نعرف انه الليد عليه 2 موجب والاي سالب عليها 1 سالب، يعني لازم يكون في 2 لانه عندي بي بي اي 2. طيب بنقول والله قبل الاتزان هذا الصوليد، قبل الاتزان الليد 0، قبل الاتزان الاي سالب 0، بعد الاتزان الليد ايودايد ظاهر زي ما هو صوليد لانه بتغيرش تركيزه، الليد اس، الاي سالب 2 اس. طيب بنقول الكي اس بي بتساوي الليد في الايودايد تربيع لانه 2i-، الليد في الايودايد تربيع. بعض الشباب كانوا بيكتبوا لي ليد موجب واي 2 سالب، مش اي سالب 2i-، بيقولوا اي لا بنفهم انه هذا اسمه ليد ايودايد، الايودايد اسمه i-. كويس، لازم نفهم المعادلات بشكل صحيح. فبدي اعوض عن الليد، الليد والله اس اس هذا هي. طيب والايودايد 2 اس، وبما انه في عندي 2 اذا هاي التربيع. اذا الكي اس بي بده يساوي 4 اس تكعيب، او الاس بتساوي الجذر الثالث لل كي اس بي على 4، بتطلع لنا 1.2×10^3. لو اجينا نقارن هذه القيمة مع القيمة اللي قبلها، لاحظوا انتم الكي اس بي قديش؟ 7/1 كي اس بي للليد ايودايد بده يساوي 7/1×10^ قديش؟ 9. طب الكي اس بي للليد سلفيت ايش بده يساوي؟ نتطلع على المسألة اللي قبله، 1.6×10^8. اذا لو طلعنا عليهم انه اقل صولابيليتي، احنا بنقول لو بدنا نطلع على الكيس بنقول اللي فوق اقل، لكن لاحظوا انه هذه اعطتني صولابيليتي قديش وهذه اعطتني ناخذ هذه في الاول 1.3×10^4، هذه 1.2×10^3، اظن هيك كان الرقم.
لاحظوا معي، مع انه هذا ايش ماله؟ الكيس فيه له اقل، المفروض يعطيني اس اقل، لكن هذا الاس ايه؟ اعلى بعشر مرات. ليه؟ لانه هاد مش واحد واحد، واحد لاثنين، بينما هذا واحد لو ما ينفعش اقارن الكي اس بيز لما يكون في عندي الريشيو مختلفة. لازم نفس الاستيكيومتري، بقدر اقارن الكي اس بيز واقول والله ممكن يكون الكي اس بي الاقل هو اللي له صلابيليتي اقل. وفي هذه المناسبة بنقول انه لو في عندي عدة مواد إلها طبعا كل مادة إلها كي اس بي، فبنقول احنا المادة اللي إلها كي اس بي أقل بتترسب أولا، كل ما قل الكي اس بي كل ما ترسبت أولا لأنه صلابيليتي أقل. كويس، إذا كان إلها نفس الاستوكيومتري بنتكلم. كويس، لو عندي عدة مواد فممكن أطلع على الكي اس بي ما دام إلها نفس الاستوكيومتري وبشوف الكي اس بي، والله كل ما قل الكي اس بي اذا المادة بتترسب اولا، المادة بتترسب اولا. ممكن نتطلع على المثال التالي، بيقول what must be the concentration of silver to just start precipitation of AgCl(Na) 1 في 10 اس سالب 3 مولر NaCl solution. يعني انا في عندي محلول من الصوديوم كلورايد تركيزه 1 في 10 اس سالب 3 مولر، بدي احط عليه سيلفر، فبدي اعرف ايش تركيز السيلفر اللي يعني لازم عشان يبدا الترسب الاي جي سي ال. طبعا واضح من هذا الكلام اني بدي اقول والله الاي جي سي ال سوليد اي جي بلس زائد سي ال ماينس بيبدا الترسب لما يكون عندي ساتوريتد سوليوشن. اول شيء بعده يعني بدي اجيب تركيز السيلفر اللي بيعطيني ساتوريتد سوليوشن، بقول كي اس سي بيساوي السيلفر في الكلورايد. انا السيلفر مجهول عندي بينما الكلورايد عندي 10 اس سالب 3، اذا الاي جي بلس 1 في 10 اس سالب 7 مولر. بقول إذا كان أضفت أنا 1 في 10 أس سالب 7 مولر، أو إذا كان خليت تركيز السيلفر 1 في 10 أس سالب 7 مولر، الآن حصلت على إيه؟ Saturated solution. أي تركيز بعده حيعطيني الراسب. ماشي يا شباب، خلينا نتحدث عن هذا المثال الحصة الجاية، بيكفي الحصة هذه إذا الله راد، الحصة الجاية بنكمل.